أثابكم الله. هذه مرسلة رمزت لاسمها بالمحتارة، تقول: أنا أختكم امرأة مسلمة متزوجة ولي أولاد كبار، وأريد أن أذهب إلى مكة المكرمة لقضاء العمرة، ولكن للأسف كلما طلبت من زوجي الذهاب رفض، وكلما طلب منه أولادي رفض، وأنا لي أكثر من 20 سنة لم أزر مكة المكرمة، وإذا أكثرت على زوجي هذا الطلب غضب مني، فهل يجب علي أن أذهب دون مشاورته أو أترك زيارة مكة لأجل ذلك؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تخرج للسفر للحج ولا لغيره إلا بإذن زوجها، إلا السفر لحج الفريضة أو عمرة الفريضة فإنها تخرج مع محرمها ولو لم يأذن، لأنه ليس له أن يمنعها من أداء الفريضة. فإذا تمكنت من وجود محرم وهي لم تؤدي الفرض من حج أو عمرة فلها الخروج ولو لم يأذن وليه، لأنه ليس له المنع في هذه الحالة. أما إذا كانت العمرة أو الحج نافلة فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها. نعم.